أرسل كرة عرضية أبعدها شاكوروف إلى ركنية جديدة لصالح المنتخب البرتغالي، وأخيرا الكرة في الشباك، أخيرا الكرة تطيع برونو ألفيش هذه المرة لتعبر خط المرمى وتهز شباك كامران أجاياف. بعد طول محاولات وطول انتظار ينجح برازيل أوروبا في هز الشباك للمرة الأولى في هذا اللقاء برأسية المدافع برونو ألفيش. كنا نتحدث عنه قبل لحظات قليلة بأنه صاحب الفرصة الأخطر في شوط المباراة الأول. كرة من موتينو في وسط الملعب، ميغيل فيلوسو، فاريلا، نقلات من قدم إلى قدم بكل هدوء. المنتخب البرتغالي يلعب الدقائق الأخيرة في عمر اللقاء برغم أن النتيجة لازالت هدف فقط، هدف دون مقابل. كرة خطيرة هذه، فرصة للهدف الثاني، ملعوبة عرضية في الشباك فعلا، في الشباك البديل هوغو الميدا. ودائما بالرأس، دائما الأهداف البرتغالية في لقاء اليوم برأسيات، إذن كما حدث تماما في اللقاء الأول، هدف أول في الدقيقة 63. بعد ذلك الأمور أسهل، والشباك الأذربيجانية في المتناول ليزورها البديل هوغو الميدا.